لو حاولت تنافس الناس بمظهرك هتلاقي الأحلى منك، ولو حاولت تنافس الناس بقوتك هتلاقي الأقوى منك، ولو حاولت تنافس الناس بعلمك هتلاقي اللي عنده شهادات أكتر منك واللي عنده علم أكتر منك، ولو حاولت تنافس الناس بإيمانك هيتحول إيمانك ده لرياء علشان بس ترضي الناس مش علشان ربنا. الحل الوحيد علشان تعيش مرتاح انك ما تنافسش اي حد، خليك مع ربنا، لان ربنا خلقك نسخة واحدة بس، مفيش زيك حد تاني، ودي حاجة مش محتاجة تعديل لا منك ولا من الناس. حاول تحب نفسك وعيش حياتك زي ما ربنا كتبها لك.